أما ابن هانئ الأندلسي ففي شعره فخامة متكلفة وألفاظ ضخمة. سور من صخر وحوله كل أهل المعرة. لقد سبقنا لؤلؤ إلى لقاء ربه يا عبد الله. أليس في هذا تحقيق لبعض ما تحلم به؟ أنت يا فاجر! حرارة الشمس ستغير رائحة السمك يا أبا العلاء. إن كنت تريد أن تذهب إلى بيتك فامض في حفظ الله. قلت لأعيش في حي القطيع بعد أن تزوجت سيدتي الثريا من سيدي جعفر. ما أقره سيف الدولة والتزمه الأمير لؤلؤ نلتزمه ونقره. من يراسلني بين الحين والحين ويدعوني لزيارة بغداد. ابن قادة سيف الدولة وجدوه مقتولا. لقد أمرنا كل البصاصين ورجال الشرطة والعسس أن يبحثوا عنه بكل شبر من بغداد. مسكين أبكيته. تمتد حياته برجلين شريفين يخلدان خبره ولا يمحى بهم.